يا بقى يا ميمي من بعد المعاد كمان واحدة وحياتي عندك. بس لو ما كنتش تحلف بانا. سيبني بقى يا ميمي لحسن ارفع الستارة بعد 5 دقايق. بانا انا هسيبك بقى بانا، ولما اخلص هحصلك في الصالة بانا. اوعى تقلق نانا. اهلا يا حبيبتي. اهلا بيك، ازيك يا حلوه؟ خليتوا الستاير دي كلها. ايوه يا صاحبي. واللي كانت في الصفيطه. ايوه يا صاحبي. تلموهم وتحطوهم وتحطوهم في المحاكم. ايوه يا صاحبي. تعالي قولي لي عملت ايه؟ طمنيني. عملت ايه؟ دي المساله دخلت في دور جد قوي. دور جواز. جواز عفاري معلش. وهيدفع كام مهر؟ ابقى كلمه انت في المساله دي، انا عملت اللي عليا. وهيجي يكلمني رسمي امتى؟ يمكن بكره. بكره؟ وليه مش الليله؟ قبل ما يغير فكره وكتير العزب والعمارات من ايدينا. ما تخافش، ده انا عليا نونو. ايوه صحيح، مش واخد بالك. بابا. هاتيلي بقى يا شاطره، ها؟ وجهزي نفسك فاضل 5 دقايق على الستاره. نزل الستاير اللي عندك يا ابراهيم. اتأخرت ليه يا اخي؟ مش عارف اللي بستناك بفارغ الصبر. ما انا كمان تعبت على ما جبت لك صحبه الورد دي. ورد؟ مفيش كده. جبتهولك من الراجل اللي بشتري منه الخوص وانا طالع الاراق. جاتك البلا بذوقك القفش. عشت. ده ورد ده يا بقو. امال ايه؟ سجق. اقدم لها 5 وردات؟ يا سيدي وماله؟ بصلة المحب خروف، ودي كمان وردة المحب جنينة. نهايته العين بصيره واليد قصيره. اسمع عصفور. ايه؟ لازم تكون حمش، لازم تكون تمام. لما يعني فاهم. شد حيلك. لو انا الواد المستشي. أنا كنت جايب لك. يا سلام، عمرك ما تنسى. أنسى؟ أنسى إزاي عليا؟
أنا كان بودي أقدم لك كل يوم بوكيه يتناسب مع مركزك، بس رأى خير الورد ما طل ودل. يا سلام على كلامك الرقيق، وأنا كمان البوكيه ده عندي بالدنيا، بتمنى أشيله بالغموش عينيا. صحيح علي. أمال محاسن؟ نعم يا ست. البوكيه بتاع الأستاذ عصفور، خديه وحطيه في المطرح بتاعك كل يوم. حاضر يا ست. والنبي عصفور تساعدني وتصغر لي الزغايف. حاضر. خلاص يا فندم. ميرسي، ان شاء الله تكون موفق الليله في اللحن الجديد. انا قلبي بيقول لي انها هينجح نجاح عظيم. ربنا يسمع منك، ما هو الفضل هيرجع لك انت. انا؟ ايوه يا فندم، اصلي الفته لاجمل مخلوقه في العالم وارق انسانه في الوجود، انت. متشكره. انا حطيت الورد يا ستي. الله، انت لسه مش جاهزه؟ ده مش فاضل غير 3 دقايق. اعمل ايه؟ الذنب على الاستاذ، بيخلي الواحد ينسى نفسه. متشكر، قصدي متاسف. طيب انسحب عن اذنك. ليه لسه بدري؟ معلش.
بالتحلى هيا مي يا روحي يا حبيبي يا حبيبي. حاجه حلوه قوي. ربنا يكون لنا في نفسك كتير قوي. حرام عليك يا لولو. ايه ده شويه مش كده يا مين؟ مش قادر، ما عندكش فكره قد ايه انت كويسه، قد ايه انت عظيمه، قد ايه انت بونو. احوش نفسي ازاي؟ انا كنت لو بابا شافك في اوضتي هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ ده حق من حقوقي، انا كنت اتخطبت. بس لسه ما حصلش حاجه رسمي. يحصل حالا، انا مش ممكن استنى لبكره. لكن بابا هو فين؟ في المكتب. انا رايح له حالا. بونو بونو لا مؤاخذة يا سعادة البيت. بونو 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 سواق. رأيك بقى يا عم، اديني دلقتهولك زي شوال الرز. والله يا بؤو انا اللي اندلقت. اندلقت اندلقت يا اخي، مصير اللي اندلق يتلم. ما كلنا حبينا وتنيلنا على عيننا. ايه اذا كان على الراجل المايع ده ماليش دعوة، انت انا كل يوم حرقعهولك بونو. بس انت ما تخدش على خاطرك. لا ولا حاجة، انا حاسبك على البيت يا بؤو. بونو بونو ايه ايه جراية دلعات، انت في حد مسلفك عليا الليلة دي؟ بقالك ساعتين وانت بتغلبني فلستين. حظي كويس. اعمل له ايه؟ تعمل له ايه ده ايه؟ ها؟ قال يعمل له ايه؟ فينا مساء الخير. يسعد مساك. خير اللي رجعك بدري الليلة. اصل فوت على القهوة ما لقيتش حد، قلت اروح انا. وبقوا فين امال؟ هيحصلني بعد التاني. تحب تسلم معانا يا استاذ؟ لا ماليش مزاج العب الليلة يا فكر. تصبح على خير. وانت كمان انا ما ينفعش انا اللي حفلت. اسكت بيغلبني. بقوا الله، انت لسه صاحي؟ الساعة دلوقتي بقت 2 صباحا. اعمل ايه؟ مش بايدي يا بقوا. ايوه، انما الانسان لازم يحكم عقله. ان جيت الحق، انا انبسطت من الفصل اللي حصل النهاردة. البنت دي يا حبيبي مش لك. امال لمين؟ للواد الفالسو اللي كان بيكلمها النهاردة؟ الواد الفالسو اللي كان بيكلمها النهاردة بيكلمها كل يوم وبتخرج معاه بقالها شهر. انا الحق عليا، لو كنت صرحتها بحبي من الاول ما كانش جرى ده كله. لو اتجرأت وكلمت ابوها وطلبت ايدها منه كنا دلوقتي عايشين سعدة في امان الله. سعدة؟ ده بيتهيأ لك يا استاذ. سعدة منين؟ من الكام قرش اللي بتطشهم من التياترو كل شهر. هي سعادة بالفلوس يا بقه؟ مفيش سعادة اساسها الوفاء والمحبة والاخلاص. وفاء؟ والوفاء ده بقى تصرفه في انهي بنك؟ يا عصفور يا اخويا، عملة الوفاء دي ما بقتش ماشية في السوق، الناس كلها بتجري ورا القرش. ورا القرش؟ مش الفنان اللي زينا يا بقه. انا متأكد ان قلبي عليا زي البفتة البيضة. شافتني ما تقدمتش اطلب ايدها، افتكرتني مش عايزها، شافت حد غيري. يا حبيبي ده حبك اللي بيتكلم دلوقتي. هي شافت واحد غيرك ليه؟ مش عشان ما بتحبكش. واذا كانت اظهرت لك شيء من العواطف، زمانه دلوقتي اتمسح باستيكا قدام اطيان ميمي بونو بي. دي تموت في الفلوس موت. لا يا بقو، انت اتاريك ما تعرفش حاجه عن عليا ابدا. ابوها يمكن، لكن هي لا. مين الراجل كان واقف على الباب بره دلوقتي؟ انا اخويا ما شفتش حاجه. الله، دي تالت مره اشوفه يا بقى بيبص لي، واول ما عيني تيجي في عينه يبتسم لي وابص ما الاقيش. لازم سكن جديد في البنسيون وبيعرفك من التيار. لكن ده زي اللي عايز يقول لي حاجه يا بقى. اسمع، ده بيتهيألك انت لازم عندك ضغط حب. حب؟ انا كنت زمان لما كنت بحب البت الهلوبه كانت بتوريني الشياطين والملائكه، كانت بتوريني النجوم في عز الظهر. نام يا حبيبي قبل ما يطلع لك الجن الاخضر. لكن انا مش هرتاح الا لما يطلع النهار واروح اقابل عليا واكلمها في مساله جوازنا. ايه؟ كلمها؟ انت هتخسر حاجه؟ تصبح على خير، تصبح على خير. محاسب، مين ده التليفون؟ لا يا سيدي. طب حولت مبيف 41 في 42. حاضر يا سيدي. مين؟ انا. اوه، هي كل مرة هتصادف كده؟ معلش ادخل ادخل، هكمل لبسي ورا الطرفة. امال فين البوكيه بتاع النهاردة يا استاذ؟ النهاردة في حاجة أهم من البوكيه. يا
يا سلام. وايه يا ترى؟ خلاص يا محاسن؟ لسه يا ستي. اتفضل اتفضل يا استاذ. متشكر. بقى يا علي يا هانم، انا كنت بقدم لك كل يوم بوكيه ورد، والبوكيه ده كنت بفتكره بيتكلم بالنيابه عني، وده اللي كان مخليني ساكت طول المدات لحد ما ظهر شخص جديد. مين؟ ميمي؟ ايوه يا فندم، ميمي بيه. ما تاخذنيش يا حبيبتي، من الصبح وانا بدور على الشقه اللي هنسكن فيها لحد دلوقتي ما لقيتش. وليه ما كلمتنيش من بدري؟ حاولت، لكن كل مره كان لساني بيتربط. اخطى عليه، قول قول، ما تخلينيش على النار. هقول اهو، من يوم ما عرفتك اصبحت كل شيء بالنسبه لي في الدنيا دي، والكلام اللي ما كنتش بقدر اقوله لك كنت بغنيه لك. مخبي عليا لحد دلوقتي. لا، لو تعرفي انا دافع فيها كام. 3000 جنيه. انا حته مفاجاه، انا مش عارفه اقول ايه. ما تقوليش حاجه، كفايه تعرفي ان حبك خلاني ابني امال، وفي ايدك دلوقتي مفتاح سعادتي، وان كنت توافقي ما تفضلي ساكنه جوه قلبي، تتكرمي ونسكن سوا احنا الاثنين في شقه. المهم ان احنا نسكن لوحدنا، بس الاول لازم تكلم بابا. ابوكي وامك وكل العيله. انت قبلتي؟ انا اسعد واحد في الدنيا، انا هخليكي اسعد امراه في الوجود. من جهه بابا ما تخافيش، انا هعرف ازاي اثر عليه. ربنا يتمم بخير. نعمتها له قوي. مش من فضلك الدين القودي كله وتدقها على وشه. الرب دينا بيضة يا اخويا، قلب سود نعيما. الرب دينا بيضة. افرح يا قلبي لك نصيبت بنومنا ويا الحبيب. افرح يا قلبي. ايه بقى يا جماعة رأيكم في الوجاهة دي؟ بقى عريس عليه الجيمة. معلوم حلويات شربطات ابن زواج، بس الجزمة من زوى العهاب. لا هي بس لازمها مسح، دي لازمها عملية جراحية، يا اما بقى اخواننا دول يحلقوها. لا 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 نمسحها احسن، يلا بلاش غلطة. السلام عليكم. مرحبا دوش. ابو هياجي، ابو هياجي امسح امسح له كويس عشان عيني كاتب كتابه الليله. الف مبروك. اربعه قهوه على حسابي. ايوه منهم واحد سابع وواحد والدك. ازيك يا استاذ عطفور؟ اهلا عم بطحن. ولا درويش ايه؟ سيب الزبون ده معرفه. البنا دي اهلنا الاول. بقول لك سيبه، ما حدش معياله جزمه لانك. مش انا بس الكسبان دي، ما حد مسحها غيرها. ايه وبعدين معاك يا جدع ده؟ سيب رجلي. انا جدع قوم شغل شغله وما تعطلناش. بقول لك ده زبوني ومعرفه قديمه. قديمه؟ يا الشيخ لازم كنت سبب كليه الجريب. انت مالك انت قاعد امسحها له؟ امسحها يا راجل. 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 الله يخرب بيتكم، يعني هروح اخطب عروسه سبور كده دلوقتي؟ معلش يا استاذ روق دمك. هفضل احبك من غير ما اقول لك اني بحبك. هفضل احبك من غير ما اقول لك اني بحبك. لحد قلبك ما يديلك اني بحبك. وافضل احبك. شعللت حبي ولا فيش في قلبك عن حبي فكرة، وانا وقلبي نحلم بقربك كل يوم وبكرة. شعللت حبي ولا فيش في قلبك عن حبي فكرة، وانا وقلبي نحلم بقربك كل يوم وبكرة. ما اعرفش اكره وافضل احبك. خايف على قلبك ينقل عليه غضب، يقولوا عن حبك اننا عايزين.
ما تلاقاني ومهما شوف منك أفضل أحبك من غير ما أقولك إني بحبك أفضل أحبك من غير ما أقولك إني بحبك لحد قلبك ما يمدلك إني بحبك وأفضل أحبك. أنا فخور جدا بتقول شخصية عظيمة زي سعادتك في علم، وبقول ما دام المهر اتدفع نحدد كتب الكتاب واحد منه بونو، والدخلة في اتنين منه بونو بونو. ميرسي اوروار، مع السلامة. فتح انت يا عم القلب. انت عارف العربية دي تمنها كم؟ وانت عارف العربية اللي خطيتها دي تمنها كم؟ وهي دي عربية دي صفيحة زبالة. اسمع جدا، احفظ لسانك يا قليل الادب يا قليل التربية يا قليل الذوق. بونو انت بتشتمني؟ بونو تقول ايه يا اخو ده ايه هو ده عبيد ايه الله انت بتنزل لي بونو اوعى اوعى يا استاذ سيبولي سيبولي عليه. معلش انا هقدمك وانا هربيك. لا لا ما اتفقناش على كده. سيبني سيبولي. لا معلش رمو. لا لا اسمع الجدع ده ايده طويله ويمكن يرقعك دماغ ولا حاجه يجيبك الارض. فكرك كده؟ اه طيب من حسن حظك ان ما عنديش وقت. اطلع يا اسطى. من النهارده مش هتحط رجلك هنا تاني ابدا. جاتك البلا مرب مناخيرك. يلا يا عم خش كده واحنا هنستناك هنا ومبروك مؤكدا. يلا يلا. ايه ايه هخش لوحدي؟ هتسيبوني ساعه الجد؟ واحنا هنخطب ولا انت؟ خليك سابق. ايه انت جاي تلقح جدتك مش عليا هي اللي قالت لك تعالى؟ ايوه يا اخي اصل بس هقابل ابوها وحاسس كده قلبي مقبوض وعيني اليمين بترف. لا يا حبيبي عينك اليمين مش بترف، انت عينك بترقص من الفرح. يلا خش يلا. طيب 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 اقول لكم خشوا بس انتوا كده هيقوا لي الجو شويه معاه. طيب احنا هنخش نرستق لك الجو لدرجه ان اول ما اقابلك هيقابلك بمزيكا. يلا 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 يلا. هدخل ما ايه في حاجه؟ لا مفيش بس احنا جايين نهني سعادتك على الخطبه السعيده والجواز الميمون والاختيار الموفق. انتوا بلغكم الخبر؟ طبعا من العريس. العريس؟ ايوه العريس. يا سلام على لطافه العريس وخفه دم العريس وجمال العريس. ممنون يا سيدي. ايوه هو في الحقيقه شاب كويس جدا ومن عائله عظيمه جدا وانا مسرور للجواز جدا. ايوه انه هو الوحيد اللي كان يليق لبنتي. ربنا يبشرك بالخير. الله يطمنك. الله يعمر بيتك. ميرسي. نستاذن. مع السلامه. عشت. طمنوني ازاي الجو؟ بونو قال لكم ايه؟ بيستناك على نار بالذمه. يلا حبيبي بابا بيستناك. يلا استنك. اهلا بالاستاذ. اما قالوا لك؟ ايوه بشروني بالبشرى العظيمه دي. انا مش عارف اقول لك ايه. متشكر. ومن دلوقتي اسمح لي ابقى اقول لك بابا. بابا؟ ايوه. اما بخصوص عليا فما يكونش عندك اي فكر. من النهارده انا مسؤول عن سعادتها. واوعى تفتكر ان احنا هسيب التياترو. ايوه بابا. مين وعلي مين وتياترو مين؟ انت بتحكي بتقول ايه؟ وانتوا جايين تاني تعملوا ايه؟ جمال العريس. عريس مين؟ ده؟ ايوه. شيء جميل بقى حضرتك طالب ايد عليا. كويس انا ما عنديش مانع ابدا. انما الشغل شغل. انا دفع لي 3000 جنيه. سلامتك تدفع كام؟ ايوه بس سعادتك عارف ان انا مش محوش حاجه سعاده البيت. ايوه انما صوته وفنه ومواهبه دي حاجه لها قيمتها سعاده البيت. انا بقولش لا انما علشان عليا كل المواهب دي لو تقدر تجمدها لي وتجيبها لي بنك نوت من بنك مصر يبقى اهلا وسهلا. سعادة البيع عليا بتحبني؟ ده موضوع تاني خالص. على اي حال العروسة موجودة بس لازم تستعجل لان الطلبات عليها كتير وزي ما قلت لك 3000 جنيه. 3000 جنيه؟
طيب يا سعاده البي ممكن نقصتهم؟ بلاش كلام فارغ عشان خاطر اتفضل انت وهو ستاره 9 ونص. ايوه بس سعاده البي مش يعني جار انت وهو بس اطلع بره. طيب قلنا 3 مرات بيقول لك يا لطيف مفهوم 9 ونص 9 ونص جاتك البلاقي بابا بيستناك بونو. والله يا عصفور انا مش فاهم حاجه ابدا ابدا. 3000 جنيه اجيبهم له منين 3000 جنيه يا اخي؟ تفرج تفرج. آه. احنا حلتنا 3000 مليم دول 3000 جنيه. معلش برضه تفرج. اسمع تعال نروح على البيت ونرقع فنجان قهوه من ايد ورده وبعدين نفكر. معلش اسبقوني انتوا هحصلكم بعدين. يا ابني حبيبي تعالى معانا. اوه سيبوني عايز افضل لوحدي شويه انا. طيب 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 عاوز افضل لوحدي. يا رب لو كان معايا فلوس دلوقتي مش كنت اتجوزت عليا. تفتكر كده؟ الله انت انت مين؟ تقدر تعتبرني صديق؟ انت تعرفني منين؟ لو اقول لك تستغرب. انا اعرفك من يوم عينيك ما شافت النور. لكن انا ما اعرفكش. بس مش فاكرني. غريبه دي. بالك مشغول هتفتكرني ازاي وانت مفيش قدامك غير عليا؟ ومنين تعرف حكايه عليا؟ سمعتك بتشكي البق وزي ما سمعتك دلوقتي بتتمنى لو كان معاك فلوس. انت عاوزهم ليه؟ احقق بيهم سعادتي. تعتقد كده؟ تفتكر ان الفلوس توصلك للسعاده؟ طبعا. يا سلام زيك زي كل الناس يفتكروا ان الفلوس توصلهم للسعاده مع ان الحقيقه غير كده. حالتي أنا بالذات الفلوس هي السعادة. منين تعرف؟ مش يمكن فقرك ده حكمة أنت مش قادر تفهمها دلوقتي؟ كل اللي أقدر أفهمه دلوقتي إني مش قادر أتجوز اللي بحبها بسبب الفلوس. نفس الكلام ده سمعته من غيرك، لكن اتغير رأيهم لما شعرهم شاب زيي. طبعًا. بس هي فين الفلوس؟ لو كان عندي كنز ما كنتش أعزه عنك. لكن أنا عندي اللي أكبر من كده، عندي اللي يوصلك للسعادة اللي بتجري وراها، بس المهم حسن استعماله. حضرتك جاي هنا تتريق عليا؟ بالعكس، أنا جاي هنا علشان أساعدك. طيب وهو إيه ده اللي هيوصلني للسعادة؟ مش موجود تحت إيدي دلوقتي. إن حبيت قابلني قبل المغرب في مغارة العبيد، تعرفها فين؟ لا. في سفح جبل المؤطر تفوت ثالث برج تلاقي مغارة فيها أبوتين، الأبوة اللي على الشمال فيها سلالم، تجدني منتظرك تحت. مغارة الأبوة اللي على الشمال. طيب بس أنا مش الله هو راح فين؟ الله أخينا يا عم الله. خبطتني. اسكت على اللي جرالي يا بقه. بالك الراجل العجوز اللي كلمتك عنه قابلته النهارده في الجنينه وفصل كلامه معايا اختفى مره واحده. دورت عليه في كل حته ما لقيتوش. عجوز ايه وكلام فارغ ايه؟ انت الحب هيعمل فيك كده؟ انت مش مصدقني؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده بقه. طب تعالى معايا وشوف. معايا بس. طيب على اليمين وابو على الشمال والسلام اهي احنا وصلنا عرض. لا يا شيخ انت متاكد ان دي حد لك منها السعاده؟ انت بتخش في عقلك الكلام ده يا اخي؟ انت خسران حاجه؟ خسران حاجه يا راجل؟ هي دي سكونها غير العفاريت والابلسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا اخي. ايه اسمع، مش انت معاك الميعاد؟ خش انت على الميعاد وانا هقعد استناك هنا حارس. يلا بقى يا حبيبي. خدنا 12 يلا. ده تعالى الراجل. يا روح يا بيهان، ده انا حصل عندي فكاكه.
أنا حصل عني مش لوحدي. أهلا وسهلا يا ماما. هو ده؟ أيوه جالك كلام يا بقه. واطلع لنا منين؟ اتفضل يا بقه ما تخافش. عصفور ده بيتكلم وعارف اسمي، تعرف ان انا مشهور قوي. اتفضل يا استاذ عصفور. انا جيت حسب الموعد. وانا كنت في انتظارك. الشيء اللي وعدتك بيه هديهولك، بس خد بالك ان فرطت فيه هينقلب ضدك، وان حافظت عليه واحسنت استعماله هتكون اسعد مخلوق في الدنيا. الطريق قدامك طويل، لكن مفيش ورد من غير شوك. انا مستعد، انا مستعد لكل شيء في سبيل الوصول لمنى قلبي. لتاني مره انبهك، الشيء اللي حديه لك فيه حظك، اوعى تفرط فيه ولا ترميه من ايدك ابدا. اذا اهو على بعد خطوتين منك. خطوتين سامع يا بقه؟ ايوه سامع. عصفور هم راح فين؟ خضتني يا اخي. هو كده دايما كده. سلام عليكم. عدم يا وحدهم. لا 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 انا بقفش. تعالى بعدين معاك يا اخي. تعالى شوف ايه الخطوتين اللي قال عليهم راجل. خطوتين؟ اهم واحد اثنين. سلام عليكم. بعدين معاك يا اخي. انا بقى انا بدي اروح لهم. انا بقى بعدين معاك يا اخي. راجل قال خطوتين من الناحيه دي. طب ما هنخسر حاجه. تعالى بس معايا. بص ايه اللي بينا عينيك ده اللي الله ينور. يبين لها لمبه. تعال ما اشوف ايه دي. ايه ده بقى؟ ايه دي؟ خلصت خلصت. لا بقى ده رأي تاني. مش ممكن انت تشوفها ولا تسمع صوتها. انا بس اللي اشوفها. هي بتقول كده. الله يطمنك.
كمل يا حبيبي كمل. متشكره يا بقو، انا هرد لك الجميل ده. ايه؟ احنا لسه هشوفك تاني؟ الله يسامحك يا عصفورات. عصفورات؟ انا اسمي عصفورات؟ بقو انا اسمي عصفورات. ايوه عصفورات ابن غدرفور. لحقت تنسى يا حبيبي؟ ابدا، انسى ازاي وده معقول؟ حتى انت بالاماره مش اسمك كهرمان. كهرمان مظبوط انا ابتديت افتكر. حتى انت بنت البنت انت مرجانه مرات الجن الاخضر. مظبوط. انا في ارض جمهورش. انت عفريته يا مغيث يا راق. ومال بدل بنحب بعض يا بنت الحلال؟ اعملي معروف. اولا انا ما اسميش عصفورات ولا ابويا اسمه غدرفوت. اعملي معروف، احنا عايزين نروح عندنا اشغال. سعيده بقى على اذنك. ارسلك يا حبيبي. اه انا خدامتك بين ايديك. اتمنى ان انت عايزه تلاقيه قدامك في غمضة عين. مش عايز حاجه ابدا. اروح. يلا بقى. انت مكسوف مني. انا متلبش منك يا ست اميني معروف. انا عايز اروح بيتنا. بس كده حالا هكون في بيتنا. يا وسطي يا بدري. بقى وقع. شوف بقي وريني. وعدنا الى قواعدنا سالمين متقندلين. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. شوف بيك لبيك خدمتك بين ايديك. وبعدين بقى في الدوشه بتاعتكم ايه اللي طلع؟ حوش خفوش دستور. ايه اللي كسر الازاز ده؟ الهي تنكسر سماوير رقبتكم. هي لسه هتنكسر، ما انكسرت وطلبت الاكل يا حماره رقبتك. الازاز ده لازم يندفع حقه يا سكرانين يا بتوع البنوره. بنوره دي يا ست ورده. وهو فين اللي ده اتكسر؟ امال ده ايه؟ كهربانه.
خلصنا دي من بدري يا عفريت هانم. بقوا مين وهباب مين؟ انا احب المانجا والفراوله والبطيخ. يلا يلا بيتك بيتك يا كتاكيت. عشك يا بقو ده جنة وانا على بابها رضوى. ايه؟ انت اسمك ايه يا شاطرة؟ بنورة. بنورة؟ نورت الاسامي. اسمعوا انا ليا معاكو كلام كتير ابي ابي ابي. مبسوط مني يا حبيبي، اديني لقيت بقه عشان نروق لبعضنا ونستعيد ذكرى حبنا من تاني. فاكر يا عصفروت لما بابا رفض يجوزنا؟ وابوك انت كمان؟ لا، من هنا ورايح مفيش ابوات تعصى امري. كهربانه؟ خدمتك بين ايديك. بدله موديل 49 محشيه ورق بنك نوت وعلى السيد قشطه دغري. انا لسه هنا. برافو عليك يا كهربانه، هو كده الشغل. انت عايز تقابل قشطه ليه يا حبيبي؟ مالكيش دعوه. برضه مصمم تخطب عليا؟ طبعا. البنت دي مش مقسومه لك وعمرها ما هتكون لك. مفيش في الدنيا دلوقتي قوه تقدر تحول بيني وبينها ما دام المهر في جيبي. بقى الفلوس دي طلبتها مني عشان كده. امال كان فكرك طلبتها عشان ايه؟ مش تفتكر يا حبيبي ان الفلوس دي هتستعملها في غير محلها؟ اما غريبه دي حضرتك جاي تفهميني مصلحتي فين؟ واجبي افهمك. وعلى العموم انت حر. طبعا حر. ايه جبتيها من عندك دي يعني؟ ايوه ايوه. انت بتكلم مين يا استاذ؟ وانت مالك؟ مالكيش دعوه، بكلم روحي. حاجه غريبه والله. افهم في حاجة؟ في حاجات، في حاجات كتير قوي. أولا من النهاردة تدور لك على مغني تاني غيري. حضرتي مستقيل. شيء جميل. وثانيا؟ أيوة وثانيا المغني الفقير اللي كان بيشتغل عندك امبارح اللي هو أنا النهاردة ما بقاش فقير. أجمل وأجمل. وثالثا؟ أيوة وثالثا. وثالثا الفلوس اللي كنت حضرتك طلبتها منه في يوم من الايام ومنه ده يطلع انا، الفلوس دلوقتي موجوده في جيبه. كده كده. ايوه كده، واكتر من كده قوي قوي قوي. شيء عظيم. انا دايما كنت اقول انك ولد ممتاز. مفهوم مفهوم. قول لي بقى، انت كنت بتتكلم في حدود 3000 جنيه مش كده؟ مظبوط يا فندم. طيب تسمح تعد دول بقى وتشوفهم يطلعوا كام؟ ايه دول؟ ورق بنكنوت؟ لا، ورق عنب. ها طلعوا كام؟ كام جنيه ولا كام بونت؟ حضرتك جاي تدفع مهر العروسه ولا جاي تلعب عشر على العروسه؟ لا، انت تكلمني باحترام من فضلك. احترام مين يا نصاب يا محتال يا ونطجي؟ ايه؟ خد الكوتشينه بتاعتك وتبادرها. كوتشينه؟ طلع كوتشينه دي؟ امشي اطلع بره يا كهربانه. الفلوس دي فين؟ امشي اطلع بره يا كهربانه. الفلوس؟ الفلوس مين يا نصاب؟ اسمع انت مش مستخيل، انت مرفوض مرفوض من الجمعه اللي فاتت من السنه اللي فاتت. اكسو اكسو. ايه اكسو اكسو؟ ما تنساش ان عليا بتحبني وانا بحبها، يعني هنتجوز يوم من الايام غصب عنك. هو مين ده بتاعي؟ الاستاذ عصفور. مش اتجنن؟ اتجنن؟ ايوه ايوه يا ستي، شوف الحب بيعمل ايه. يا خسارتك يا دجاجه. يكون هو مين؟ انا عصفور. ما تخشش. حاوتي حاوتي يا ستي، خدي على قد عقلك. تفتكني كده؟ عليا خش. ايه يا ستي؟ يكلم روحه. فاهمة؟ عليا حبيبتي حصلت خناقة كبيرة بيني وبين بابا، لكن تأكد إن كل ده ملوش أي تأثير على حبي. طبعًا طبعًا. يا جوز الخناقة دي تسبب لك متاعب مع بابا، لكن أنا عارف طيبة قلبك ومتأكد إن حبنا هينتصر في النهاية، بس كلمة واحدة عايز أسمعها منك، انك هتستنيني. بس ما تتأخرش. ابدا، مسافه مبنى التياترو وارجع اطلبك من بابا وايديا مليانه. هستناك اطمن. يا سلام، ده اللي كنت منتظره منك. انت تستاهلي كل خير وان شاء الله هكون عند حسن ظنك. عليا سعيده يا عليا. سعيده يا حبيبتي. سعيده يا عليا. يلا بينا يا كهربان. يلا بينا يا كهربان، ورانا شغل كتير. يا ريتني ما اشتغلت عندك ولا شفتك تاني يا عصفوروت. مش وقت اعتاب دلوقتي، في حاجات اهم. يلا بينا. خدمتك بين ايديك. اوعى كده امسك ايدي حاسب الورد. لولو كهربانه، شكيه مقلب. حبيبتي تاخرت عليكي. باردون، ما كنتش لاقي الورد اللي يليق بجمالك واخيرا وجدته. ورد ما هدهوش روميو وجولييت. ايه ده؟ جايب لي بصل وتقول لي ورد؟ انت كمان اتجننت؟ بصل؟
اخواتك الحقوني اديني معلش اديني بوسه اديني بوسه واحده بس انت بتغري مني طب انا خفه طب اظن ان انا اديني خفه انا بوسه اديني ايوه بقى بقى في عينك احنا فين دلوقتي اديني المؤمن اديني المؤمن بزياده يا ابني يا اخي تعالى هنا انت اللي بتقفل الكلام الفارغ ده احنا ورانا شغل كتير شغل اهم من ده بقى نسيب الحاجات الحلوه دي ونروح نشتغل واحنا معانا عفريته هانم اللي بتجيب لنا ما تشتهيه الانفس عن اذنك احسن انا عندي شغل يا اخي بنوره بنانيرو جدع اخواتي بنانيرو لمبا ال ام بي تعالي يجي بقه منصور تحت باقي يا عصفورة بني معلش ساعة قلبك بتاع ربك يا بقه احنا ورانا دلوقتي حاجات اهم ايه هي انا وانت اترفدنا من الشغل وانت محتاج البركة في عفريتة هانم اللي بتعمر لك المحفظة عند الطلب عمر لي المحفظة عند الطلب يا سيدي المحفظة هي متعمرة ورق كوتشينة ورق كوتشينة تفرق لي بقى دي فلوس يا استاذ فلوس؟ لا كوتشينة على البنك الاهلي وبعدين معاكي بقى يا كهرمانة انت هتفضل تقلبي لي الفلوس كوتشينة والكوتشينة فلوس انت ناوي تعمل بيهم ايه المرة دي هفتح بيهم تياتر يبقوا هيفضلوا فلوس هو اللي قالت لك ايه طماهر هنشتغل بقه بالك الاوبريت اللي قدمناها لقشطه افندي ورفضها عشان تكلفها كتير نعملها احنا حلو الفلوس جاهزه والمزيكا جاهزه مش ناقصنا الا تياترو تياترو دي كهرمانة عندك كهرمانة ايه وبتاعك انت عاوز تودينا بتاعك انت عاوزها تزرع لك تياترو في عماد الدين عشان توقعنا في حس وبيس مع الداخليه والحكومه والتنظيم يبقى اسمح لي بقى هتغني الاوبريت بتاعك في التخشيبه يعني يا سبقه ما نفتحش تياترو لا نشوف لك حل تاني حل ترضي بيه البني ادمين ولا تنكشفش حكايتنا قدام الناس عصفورات افندم ليه ما تاخدش التياتر اللي قدام مسرح الهواني حاله عطلان وصاحبه عايز يخلص منه وبالشكل ده تفقع قشطه وتبوظ له محله والله فكره عفارم عليك يا كهرمان مش هستاهل بوسه بقى بس ما تاخديهاش عاده وحياتي يا عفريتة هاني من نجحتك المقاصد تشوفي لي البت بتاعتي انا كمان مش وقت دلوقتي يا بقى كهرمانة عايزين نقابل مدير التياتر خدمتك بين ايديك عصفور كهرمانة الله انت بيه بيه الله الله خدوني معاكم الله ايوه ايوه العقد تمام يا استاذ ادي الامضاء تسمع بقى تحضر لي وصف المبلغ حاضر بكل امنية وصلني من الاستاذ عصفور مبلغ وقدره 3000 جنيه نقدا ولا بشيك يا استاذ نقدا نقدا حمل يا حبيبي حمل دار امان يا استاذ بقه ايوه عيناك مدير الاداره من ناحيتنا احنا فقبلنا اسمع المستخدمين اللي هنا ملناش غنى عنهم تزود لهم مرتباتهم وتصرف لهم نص شهر مكافاه اوكي اتفضل يا استاذ مبروك ان شاء الله الله يبارك فيك على كده امتى راح تفتح ان شاء الله تياترو بعد اسبوع هنا يا انت حامي قوي اتمنى لك كل نجاح الله يحفظك بكره يكون كل شيء جاهز للتسليم حاضر السلام عليكم على السلامه تياترو تحت امركم اتفضلوا بقى انت اصحابه يا الله خليك الله غريبة الكبريت ما بيبيعش النهاردة ليه؟ أنا من رأيي يا ميمي بيه نأجل الدخلة ولو شهر وليه مش بكرة؟ أنا الفيلا اشتريتها خلاص تعال قوي وماله؟ إنما إحنا كمان لازم نرتب نفسينا أقول لك خليها أسبوعين لا 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 مش ممكن مش ممكن أبدا بونو 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 نجمنا خبر من التياتر اللي وصلنا حته الاسبوع الجاي وده مغفل مين ده اللي هيأجره سمعنا كده ده مفيش كلام من الاستاذ عصفور عصفور ايوه هو ده يقدر يأجر كشك على اي حال اسالني انتوا طبعا سمعتوا عن حاجه اسمها العبقريه
والعبقرية دي لما بتحزق الواحد قوي بتخلي تصرفاته غريبة شوية. يعني مثلا الواحد يكلم نفسه، يكلم واحدة مش موجودة، الأستاذ عصفور بيستنفضها. فإذا لقيتوه بيتكلم كده ولا كده ما تبقوش تهتموا، دي تبقى إيه؟ العبقرية. العبقرية. عن إذنكم برطندو نور. أهلا أستاذ، كل شيء جاهز يا أستاذ. برافو عليك يا كهرمانة، برافو. إيه؟ مفيش برافو للمدير بتاعك؟ أنت الكل في الكل يا بوي. الله يخليك، أنت الأول كده. اتفضل. الأستاذ قاعد في كرامتك أنت هو. أيوه أنا بس. السلام عليكم. أيوه أنا بس. أيوه 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 حضرتك ما طلعتش يا استاذ. يا بوق الرئاسه الاولانيه قدامتك من ايديك. ايه انت حضرتك على راسي؟ ايوه مش عاجباك يا ستي؟ اعملي معروف، انت عارفه ان مش ممكن حد يشوفك. هاتي لي رئاسه حالا دلوقتي. تطلب مني يا عصفوروت يا حبيبي واحده غيري ترقص جنبي وتاخدها بين ايديك وتغني لها اغاني الحب والغرام وانا واقفه اتفرج؟ وبعدين معاك يا كهرمانه، احنا هنرجع لكلام الفارغ ده تاني؟ حرام عليك يا عصفوروت، تحرق قلبي ليه؟ كهرمانه احنا مش في العواطف دلوقتي، هاتي لي رئاسه حالا. قدامتك بين ايديك. وصل. استاذ عصفور، في واحده ست رقاصه بره تسال على حضرتك. كده خليها تتفضل. حاضر يا فندم. معاكم سعيد جميعا. الله، كهرمانه ايه ده؟ انت فاكراني مغفل عشان تضحك عليا؟ اهدى على الفارغ بتاعك. يا فندم سبق ودلعت عليك يا عمر. هقه يا نقه. كنت احسن لك قبل ما يفور دمي. متعورني اظن. ايوه يام خوفتني. ده انا دغدغه، ده انا اقطعك بسناني، ده انا البسك البيانو. هقه يا نقه. يا استاذ وتطلع مين بقى الست دي بتاعت هقه يا نقه؟ الست دي انت شايفها؟ شايفها ازاي دي؟ عفريته. عفريته احب حلويات جهنم يا ست عفريته هانم. عفريته لما تركبك انت وهو يا مجانين يا هلافيت يا سناكير. حضرتك جايبني هنا عشان تتريق عليا انت والقلاديش بتوعك؟ لا يا حبيبي، ده انا سمسمه على سن ورمح. هقه يا نقه. لا ده عفريته من مذبح. مذبح يا معطف؟ يا خسرت البدل، يا خسرت الفن اللي بيرمرم. ايه اخويا العفريته الردحه دي؟ كانت ساعه سودا ساعه ما دعست اللمبه اللي طلعت منها حضرتك. طلعت من اللمبه؟ لمبه كهربا، لمبه راديو، ولا لمبه نمره خمسه؟ انت متنكتي بايخه. تسمحي بقى تروقينا شويه وتطلعي بره التياترو. مطربه على دماغكم بالواج وبكراسيب بناويره، ما يحكمش بره وبعيد. يما خاف يما كش. عصفور لكون زعلت وخدت على خاطرها وبيسيب من يشك المقالب ويطلع في دماغها الطربة التياترو علينا ولا حاجة. فاعمل معروف روح صالحها صالحها. فين شوية الصالة كانت مليانة ناس، اختفوا فين؟ أنا هتجنن، أنا هتفرس هترشق. الزبون يجي عندي لغاية الباب وفجأة أبص ليه خد بعضه وراح حاجة جذبته زي المغناطيس على التياترو الجديد. حتة مغني يعمل فينا فاصل زي ده أبرمى ستره. ما تيجي نشوف ايه اللي عجبه هناك يا بابا؟ مين؟ انا يستحيل. من باب العلم بالشيء يا بابا. دي فكره يا بابا. اقول لكم روحوا انتم. انما انا ابدا. ايوه بونو كرامتك ما تسمحلكش. عليا.
كان عود نور البدر أوتر إلى الورد وخدوده يناجي الليل وأسرار وأنغامه بتذكرنا اللي فاته حبيبه ينادي طيفه وينجيه ويشكي للكون تعذيبه.
يا ليلي يا بدر يا نسمة يا طير يا زهر يا أغصان هاتولي من الحبيب كلمة توازي العاشق خلصت من قلبي هو غاب عني لا كلمني هو غاب عني لا كلمني ولا قال امتى راح اشوفه واقول يمكن حيرحمني ويبعد في ربي يطيفه ويبعد في ربي قولولي طمنوني عملتوا ايه؟ الجمهور مبسوط جدا. لكن انا مش مبسوط ابدا. تياترو فالسو مليان اكلان وانا اتحرف من القرص. وحياتك يا ميمي لما اتكلم ما تقطعنيش. بانا بانا. يا سلام يا بابا، ده نجاح هايل. ده نجاح خرب بيتنا. انا اللي افتكرته مجنون. مجنون؟ احنا اللي مجانين اللي سيبناه يفلت من ايدينا. انما لازم باي وسيله لازم نرجعه تاني. عليا. تروحي له المرسح وتهنيه بالنجاح ده. فهمتك يا بابا، عن اذنكم. الله، عليا عليا على فين عليا؟ بونو بونو. ألف مبروك، مش قلت لي كل شيء يهون يا سمسمة؟ الظهر الباب اللي عتبنا سوا جاب لنا الخير بحقه حقيقي. غريبة. إيه في حاجة يا أستاذ؟ لا، تسمحي لي بواحدة تانية؟ اتفضل. أغرب وأغرب. الله، أنا مش فاهمة حاجة. مش مهم، تسمحي لي بواحدة ثالثة وخلاص. أوي أوي. ما غريبة أوي. الله، البوسة دي طعمها في بقي. نفس الشبه. نفس الطعم. الله، دي تطلع مين ودي تطلع مين؟ أقدر أساعدك في حاجة يا أستاذ؟ أيوه، تسمحي لي بواحدة كمان لآخر مرة. اتفضل. كهرمانة؟ كهرمانة مين؟ سمسمة. أيوه سمسمة، لا مؤاخذة يا سمسمة، أنا رايح أغير هدومي، الليلة عازمك على العشاء بمناسبة نجاحنا. صحيح، أنا هلبس حالك. كهرمانة ما تزعليش مني، ما تاخديش على خاطرك، أصل اتلخبطت بينكم، افتكرتها هي أنتي وأنت هي، ما تاخدينيش يا روحي العتب على النظر. سلامة نظرك يا عصفورون،
الحقيقه انا عذراك، بس اوعى تحبها. ايه احبها؟ ابدا، انا قلبي مشغول. مشغول؟ انا قصدي اقول طبعا مشغول، دي بنتي موجوده في الدنيا وافكر في حد تاني. اه. ايوه مين؟ عليا. الف مبروك. عليا. الف مبروك بنجاحك الهايل، انت ما عندكش فكره قد ايه فرحت لك. عليا انت تكلفي نفسك تيجي لحد عندي، اشكرك اشكرك من كل قلبي عليا. ايه الالحان اللي اتجنن دي؟ ايه السحر اللي سحرت بيه قلوب الناس؟ اوعى تتدلق. مالكيش دعوه. ماليش دعوه ازاي؟ ده انا فرحه قلبي النهارده ما اقدرش اوصفها لك، ولو اني واخده على خاطري منك. ايه واخده على خاطرك مني ليه عليا؟ يعني مش عارف. لا مش عيد بعد خناقتك مع بابا وكنت حموم. موتي. ما صدقهاش كدابه. انت سبتيه كدابه. اشتمني زي ما انت عاوز، وحشني كلامك الحلو ده. انا اشتمك عليا ده معقول؟ طب ده انا لساني مش ممكن يقول غير كلمه واحده بس. بحبك. عصروك ابعد عني احسن. الله حلي عني بقى. مش ممكن. الله يجازي بابا اللي فرق بيني وبينك. انسي اللي فاتي عليا، دلوقتي كل شيء اتغير. يا خيبتك يا خيبتك. أنا كنت مستني نجاح الأوبريت عشان أعرف إزاي أكلم أبوك. هتقابله إمتى يا حبيبي؟ بكرة. وليه مش الليلة؟ أيوه الليلة. أوعى تنسى سمسمة. أيوه أصل الليلة مرتبط بميعاد. ما تقدرش تأجله. لا أجله إزاي؟ علشان خاطري. طيب. خصوصًا إن بابا الليلة مزاجه غايق أوي. أوي أوي. طيب هحاول. مين كمان؟ لا مؤاخذة، كنت فاكراك موزيل عليا نونو الرئاسه المشهوره بنت الاستاذ فاضل قشطه صاحب التياتر اللي قصادنا حضرتها المدموزيل سمسمه. تشرفنا يا هاني. انا هستناك بقى يا عفو، بابا هيكون معايا وهتتاخر. لا حاضر. طيب اسبقوني انا هحصلكم على طول. انا جاهزه. ايوه سمسمه انا مش عارف اقول لك ايه، حصل لي ظرف طارئ افتكر مش هقدر اتعشى معاك الليله. وانا اللي كنت فاكره. معلش مرة ثانية إن شاء الله. أنا متأسف خالص سمسمة. تعرفي؟ لا أبدا ما جراش حاجة، إن شاء الله تتبسط في سهرتك. طيب بس ما تكوني زعلانة مني. أزعل ليه؟ طيب مع السلامة. عصفورة برضه هترجع تاني لعليا وأبوها؟ أيوه. نسيت أهم عملوا فيك إيه؟ نسيت الفلوس اللي اتقلبت الكوتشينة؟ فاكر فاكر كويس خالص، وأنا الليلة دي هاخد بطاري. لا يا شيخ، أنت بتضحك عليه ولا بتضحك على روحك؟ اسمعي بقى، أنا بعمل اللي يعجبني. لكن أنا مش عايزاك تروح. تعرفي لو جبتي لي هيئة أركان حرب وعفاريت أبوكي وجهنم بحالها هروح. طيب ذنبك على جنب. تسمحي بقى تتهوي عشان عايز اغير هدومي؟ حاضر. اوف قدامتك بين ايديك. عن اذنك يا ميم. قولي لي عملت ايه؟ وقع؟ على بوزك. عفاري ما هتقابليه امتى تاني؟ الليله عايزين تتعشى معايا، بس شوف لك طريقه ووزع ميمي بيه وحصلنا على باب التيتر وغاني. اوكي. علي علي على فين؟ اوه 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 بونو 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 بونو. اهلا اهلا بكروان زمان. انت فين؟ تعال في حضني يا كروان زمان يا كمندر الدل. يا استاذ قشطه لو ما خطر عليا بنتك انت عمرك ما كنت هتشوف وشي. لا 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 هو ده برضه صح، انت لسه واخد على خاطرك مني. كان قلبك ابيض، هو الخناق يحلى اللي بين الاحبه. هو في حاجه ممكن تفرق بينا يا بابا؟ دي مساله تافهه انتهت خلاص. طبعا انتهت خلاص. راسك ابوسها. يا سلام على نبل اخلاقك، بنتي عليا كان عندها حق انها تعاتبني علشانك. ضروري تقول له يا بابا. لازم لازم علشان يعرف العذاب اللي اتعذبتيه علشانه الخاين ده. خلاص يا بابا انتهى عذابي، احنا رجعنا لبعض. مبروك، تعالوا انا عازمكم الليله بالمناسبه الجميله دي. خش. Thank you.
مين يا كهرمانة؟ يا ما نفسك علشان ابوس ايديكي على مقلبك النظيفة دي؟ ويكون في علمك اذا شكتيني مقلب من مقلبك البايخة دي تاني انا هرجعك اللمبة. ليه؟ علشان قلبها عليك وعاوزك تبعدك عن شلة قشطة وشركاء؟ بق انت خليك بره الموضوع ده. بره بره هو انا هفضل بره لحد امتى؟ ما كنا كويسين لحد دلوقتي، ايه اللي رجعك لبوز الاخت دول تاني؟ ومع ذلك فضلتهم على الانسانه اللي بتحبك سمسمه اللي خليتها تعيط في الاوضه وسبتها بعد ما وعدتها على انك هتاخدها وياك الحفله الليله. ايوه فهمه قول له الطشت ده. طشت؟ مين هو الطشت؟ ومين قال لك طشت؟ ايه؟ ومع ذلك انت من عمايلك السودا دي تستاهل 30 طشت وفوقهم جدك كمان. بق اذا كنت عايز نفضل اصحاب ما تتدخلش في مسائلي الشخصيه، انا حر. حر حر بموره، سيبي خلفي. الله يخرب بيت عصفوروت واللي خلفه عصفوروت. يا ستي انا فهمتك 100 مره، مانيش عصفوروت ولا عنكبوت، انا انسانوت بني ادموت. موت موت موت. بكره ترجع لعقلك يا حبيبي، انا برضه هفضل احبك مهما اتغيرت من اسمك ومن جنسك. بس فهميني اعملي معروف اخرة حبك ليا ده ايه؟ هتجوزك يا حبيبي. هتتجوزيني؟ والله يا عال عايزاني اتجوز عفريته عشان دي يطلعوا ولاد ايه؟ عفريت؟ ومال؟ وانت هتتجوز عفريته هالفوت؟ انا ابويا عنده 10 قصور، حيطانهم ذهب والماز ولولي وياقوت. ويوم يحطك في لمبه بتعريفه؟ ما هو كان غضبان عليا كمني بحبك. انا بحب بكل شيء علشان. شيء جميل قوي. ما هو شويه شويه هتقولي كنا بنروح مدرسه سوا. اخص عليك، حتى ايام الدراسه نسيتها يا عصفورات. نسيتها؟ ازاي؟ احنا بالاماره مش خدنا الابتدائيه سوا من سنتين؟ سنتين؟ انت بتتريق يا عمر؟ هقه يا نقه. هقه يا نقه؟ هقه يا نقه دي ايه كمان؟ وايه اللي جاب الكلمه دي على لساني؟ سمسم وفيها ايه؟ استلطفتها بلاقي الفاظها على لساني. بقى هي ولا عليا؟ عليا. طب انا ولا عليا؟ ايه؟ هي احلى مني في ايه؟ وشها؟ دمها؟ جسمها؟ ولا رأسها؟ Thank you.
واحد اثنين ثلاثة. ما تزعليش مني يا سمسمة، الجماعة دول بشتغل عندهم بقالي كذا سنة، ما قدرتش أرفض. أنا ما قلتش حاجة يا أستاذ. صحيح ما قلتيش حاجة، إنما أنت بتغيرها خالص. أنا أبداً يا أستاذ، أنا زي كل يوم. هو أنا لسه مش عارف طبعك، هو إحنا نعرف بعض النهاردة بس، دي معرفة سبعة أيام. وأنت حامل هم ليه يا أستاذ؟ نتبه البروفة أحسن. الاستاذ حمى والانسه انفلونزا بره، يعني زحف علينا الفقر وعليه العوض. قصدك مين؟ قشطه وبنته؟ يعني مين امراض غيرهم؟ قومي اتفضل خد لك انفلونزا، اتفضل. اهلا اهلا عفور، اهلا. وكمان ورد. اهلا بعينك. حصل يا استاذ. يجي ايه البوكيه ده جنب البوكيهات الحلوه اللي كنت بتجيبها لي كل يوم؟ فاكر؟ الا فاكر. تفتكر الايام الجميله دي هترجع تاني؟ طبعا يا عليا طبعا. يا حلاوي كنت تدور. مش عايزه كلام، انتوا اتخلقتوا لبعض. يا ابني يا عصفور، انا كنت قاسي عليك قوي لما رفضت طلبك انت، لما اطمئن عليا بقت وراك. خدها. والله يا بابا قبلت. ما اقدرش ارفض امام الاخلاص العجيب ده. يا سلام يا عصفور، ده اسعد يوم في حياتي. ايوه وانا كمان، بس اصلي مش عارف. مفيش بس، العالم كله لازم يعرف الخبر ده كده من غير ما من غير، ولازم نقول لهم ان بالمناسبه العظيمه دي المرسحين هيندمجوا تحت اداره واحده. اداره؟ طب مش لما نقعد مش كلمنيش، ازعل منك. تعالوا هنا كلكم، تعالوا انا ماما يسرني كل السرور ان اعلن لكم خبر زواج الفن بالفن، اندماج الطرب بالرأس، خبر زواج بنتي عليا من الموسيقار الجبار، من الفنان العريق عصفور. مش جوازة دي جنازة. ما مش ممكن يا أستاذ عصفور، إذا تمت الجوازة دي أنا هتبرأ منك. يا أخي هي مسألة عافية، انت زعلان من ناحيه وكهرمانه زعلانه من ناحيه، هو انتوا اللي هتتجوزوا؟ انا مش بس انا اللي زعلان، دي الفرقه كلها زعلانه. والمصيبه بقى يا عم، سمسمه سابت لك الفرقه النهارده. سمسمه سابت الفرقه؟ كده من غير ما تقول لي؟ تقول لك وتقول لك ازاي كنت جايب واحده مطرحه. والله زعلتني يا بؤ، لكن اعمل ايه بقى؟ الاسم جت ملحوقه كلمه منك للكهرمانه. دي خدتك بين ايديك، تؤمر بحاجه يا والله ما اقدرش ارجع في كلامي دلوقتي. ربنا يتمم بخير يا استاذ قشطه. ممنون عقبال عندك يا ستة. بعدين العصفور ما جاش المزوم يعني. احنا مش مستعجلين لسه بدري. ما كنا نبعت له حد يا اخي. لا على ايه؟ مفيش لزوم. مبروك يا عصفور. انا ما كنتش جاي انما عشان انت ما تزعلش. اديني جيت اهو عشان امشي بفرحك. متذكر يا بقى عقبالك. انا لله وانا اليك راجعون. الفرح قاتل. فاضي لسه كتير يا قصه، انا ورايا فرح. انا مش عارف ايه اللي حصل للموتور، ماشيه زي الاكس بقالها 10 سنين، ما فيش توقف غير النهارده. انا في عرضك، عندنا نص ساعه تاخير. وانا هعمل لك ايه؟ انا عارف اصطبحت بوش مين. الساعه 10 ونص يا اختي، وفين المأذون؟ يمكن وراه فرح تاني. انا ما اعرفش، انما الفرح اللي ما يتمش في ميعاده زي ما في الحكايه. كلامك في محله. فكرتيني اخر فرح اللي حضرته، تاخر المأذون 5 دقايق بس، مات العريس. يا عيني. ما تقلقش يا استاذ عصفور، كله يهون. لا ما تقعدوش ساكتين كده، قلنا حاجه اوقات. خلاص انا عارف عربيتي، انا مش فاهم ازاي خانتني النهارده. شاهد شاهد من فضلك. حاضر.
شوفها الطريقة. حاضر حاضر. كهرمانة خدمتك بين ايديك. شوفي لي مأذون من تحت الأرض. أنا هشوف لك مأذون. أنا هجوزك لوحدك فيه وأنا عارفة إنها بتضحك عليك. نفذ اللي بقولك عليه وبس. أنفذ. حاضر. أنا هنفذ ويجرى اللي يجرى. خدمتك بين ايديك. انت هتيجي معايا تاني يا كهرمانة. سامحه المرة دي. هو مش عارف بيعمل ايه. مش بايدي. الساعة دي جه لحد عنده وهو اللي رماه. احاول كمان مرة. تحاولي؟ وايه الفايدة؟ مهما حاولتي مش هيرضى باسمته. ومين في الدنيا راضي باسمته؟ مش مصدقة؟ تعالي معايا. شايفه دول كلهم الجشع والأنانية والتهافت على المادة عامل دول قشطه ما يهموش سعادة بنته قد ما يهمه المهر اللي هيقبض عليا ما يهمهاش مين يسعدها قد ما يهمها مين يجيب لها عصفور واخد الطيار مش قادر يعرف الطيب من الرمي أما بقه اللي يعرف معنى الصداقة في كل دول مفيش في ايده حاجه. ارقصهم ارقصهم مهما رقصتم مش واخدين الا المكتوب لكم بهلولات في يد القدر. طوعين يا كهرمانه دنيتنا احسن. خدمتك بين ايديك. عشان تخلص من الجوازه المهببه دي. فكره كده؟ امال قول لي بقى شوف لنا فين كهرمانه بقى علشان نروح على بيتنا الجديد. كهرمانه مين عارف هي فين دلوقتي؟ لازم واخده لها تعشيله في اللمبه. اللمبه ما راحت يا بقى. راحت؟ راحت ازاي؟ رميتها بايدي من الشباك. شباك؟ شباك ايه؟ شباك السرايا. شباك السرايا؟ انت اللي رميتها من شباك السرايا؟ ايوه. وبتقول ايوه كمان وواقف قدامي زي الطشت. جاتك البلا فقري. امشوا قدام عشان ندور عليها قبل ما حد يسرقك. اتفضل اتفضل يا شيخ. انت متاكد ان السرايا كانت هنا؟ يعني ما انتش عارف يا بقه اللي حواليها بقه ده هو اهو. والله يا اخي انا هتجنن. هي ايه؟ فص ملح
لي الطقس مغفل لاني ما عرفتش احافظ على اللي كان في ايدي. مغفل؟ انت 60 مغفل يا جدع. انت ايه؟ اتجنن؟ كل حاجه ايه ده؟ انت يا با... انت مش بني ادم؟ اتفضل قدامي روح. الله يخرب بيتك. اتخرب وخلاص اهو. يلا بينا مفيش فايده. ماتش قدامي ميت. ميت يا اخي والله خليتني معاك. رجعنا للماركت اللي حب النبي يزوقه بكرة يا عم. بدل ما تصبح بقى يا عم بوش بنورة وكهرمانة تصبح بوش بحلقه وفكة وانت العادي وش الفق وردة. اتفضل اتفضل اركب عشان ازوقك. اركب اركب غلبتني جاتك نيلة فقري. اركب. يا نبي صباح الخير. انت وهو يسعد صباحك يا ست ورده. ازاي ما اصبحتي؟ عدم يا اخويا نمت زي الزفت امبارح. ايه الهسه دي اللي كانت امبارح في الحاره؟ هسه ايه؟ انا عارفه يا اخويا الحاره دي ما عادتش تتسكن بعد كده ابدا. انت ربنا يغنيني واسكنك انت وهو في جردتي. يا ستر الدم يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي رجعت تانية بتاع الجلجالة. ما تصبحي على الصبح يا ست وردة. يا في عينك ما تختشيش. كنت طفشان فين طول الجمعان؟ كنت بقزقز لين. لين؟ بتنكد يا دايخ؟ ده بدل ما تقبضني من يوم ما عرفتكم وانا دايخة مش قادرة اشتري علبة السجاير على بعضها بشرب السجاير الفار. قوم خلي في عينك نظر وقبضني قوم. بدل ما تشربي سجاير اشربي معسل. وقت حسك للصح الاستاذ. استاذ؟ استاذ من اسم الله على عينيه. الله هو راح فين؟ بيقول توت حاوي في الحاره. هو انتوا فالحين اللي في الجلجله؟ يلا تعالى قبضني مش هتنفد من ايدي. انا ما عدتش الغدا النهارده اهو. خد اصبح فلوس اوعي. كتكم البلد معرفتكم متاخر. خد البندقيه بتاعتي. امشي يا استاذ. ايه خير؟ مفيش اخبار؟ ابدا والله انا لسه جاي من مصر مفيش حد رد ابدا. الله طب ما تعمل نشره تاني. قول لي خلصت الاوبريت الجديدة؟ والله ماليش مزاج ابدا يا ابو. ايه؟ مفيش مزاج؟ ايش دخل المزاج في الشغل؟ مش كفاية العطلة اللي فاتت؟ الناس تقول علينا ايه؟ فتحوا يوم وبطلوا 10؟ لا يا حبيبي احنا عاوزين المرة دي نطلع لهم بحاجة هايلة جديدة. الصبر طيب يا ابو. ايوه بس انا مش هقدر اصبر يا حبيبي لان اعلانات الافتتاح بكرة. انت هتروح ولا خلي الاسطى محمود يستناك؟ لا 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 روحوا انتوا انا هبقى. اورايت. فاضبوا أسان
يا حبيبي طيبك لهياسي، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي، كان منايا تيجي وتشوفك عيوني، كان منايا التقيك جنب تواسيني. مش منك حاجة، انت اللي رميتها بايدك، وانا نبهتك قبل كده يا عصفور، الحظ ما يبتسمش للانسان الا مرة واحدة. انت السبب، لولاك ما كنتش عرفت كهرمانة ولا كنتش بتعذب العذاب اللي انا فيه دلوقتي. بني ادم عمره ما يتغير، دايما يرمي تبعة غلطته على غيره، وبدل ما يفكر في اصلاح الغلط يعمل زيك، يقعد يبكي على الماضي من غير ما يحاول انه يبتسم للمستقبل. قصدك ايه؟ يعني عايزني انسى كهرمانة؟ دي كانت كل شيء في حياتي. انت زعلان على كهرمانة ولا على اللي جبرتوه لك كهرمانة؟ انا عايز كهرمانة وبس، انا مش طبعا في اي حاجة تانية، ارجوك رجع لي كهرمانة. قد ايه الانسان قصير النظر يتشبث بالحلم ويهرب من الحقيقة. كهرمانة كانت حلم يا عصفور، انتهى، والقسمة دايما بتعوض شيء بشيء. بص حواليك، بص وانت تلاقي كهرمانة ما ضاعتش زي ما بيتهيألك. قصدك تقول سمسمة؟ ايوه، كهرمانة وسمسمة واحد. كهرمانة وسمسمة واحد؟ قد ايه انت ريحت بالي دلوقتي. لكن ايه الفايدة؟ سمسمة كمان ضاعت مني، كل شيء ضاع مني. ما تكفرش بالنعمة يا عصفور، قدامك شبابك وفنك وعملك، ليه تهمل كل دول؟ وحبي ملوش قيمة؟ خليه إلهام لفنك، صوروا ألحان يتعزى بيها الناس اللي زيك، ومين عارف يمكن هي دي اسمها. كلامك بعث فيا روح جديدة، أنا حامل اللي يرضيك، لكن قولي أنت مين؟ أنا الاسم والنصيب. الله، واخرتها وياك بالطريقه دي ما احناش فالحين. حبيبي ايج والله عاد، ما ناقص بقى نجدع سرير هنا ونوفر اجره البنسيون وبلاش شق. مش تصبح حبل يا بقه. صباح الخير يا سيدي، خلصت الاوبريت؟ مش تصبح على سمسمه؟ سمسمه صباح الخير ست سمسمه، اتفضل خلصت الاوبريت. وده انت مش تسبح على كهرمانه؟ كهرمانه؟
وام كهرمانه وابو كهرمانه وخالد جد ست عم كهرمانه واللمبه اللي جاتنا منها كهرمانه والساعه السوداء اللي فاتتنا فيها كهرمانه. مبسوط يا سيدي؟ خلصت الاوبريت؟ اتفضل ارتاح. الهواء اصفر. تعال بختك بالحب. وانت كمان وانت كمان وانت كمان وانت كمان. ايه ده؟ جاتك البالة راضي. ودلوقتي فين انت يا كهرمانة عشان تنفذي لي كل ده؟ كهرمانة؟ وانا رحت فين؟ انا الف من ينفذ بس اؤمر. خدمتك بين ايديك ليه؟ يا استاذ لو كانت عاوزه تيجي كانت جت. ايه ايه بقى؟ كويسين. ايه رايك يا بقو في الملابس دي؟ والله رايي رايك. عاد حضروهم حالا علشان بكره البروفه الاخيره. كويس. التصميم ده مش بطال، بس تحطوا لي هنا شويه سلالم عشان تطلع عليها العفاريت. مفهوم؟ مفهوم يا ولاد. كله فوق على المسكه. ثلاث دقايق عسكره. كله فوق. كله على المسكه. ثلاث دقايق. ثلاث دقايق. ثلاث دقايق. كله فوق. ستاره.
هيصين. الحب دولة ولا سلطان.